ولمزيد من المتابعة وتطورات في لبنان تنضم إلينا هاتفيا دكتور زينة منصور الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة زينة. أولا صباح الخير. أولا ما الذي يضمن أن هذا الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار لا يشمل بنودا أو نقاطا ملغومة يمكن أن تفجر الأحداث وبالتالي تحدث التزام على الجانب اللبناني ولا تحدث التزاما على الجانب الإسرائيلي؟ نعم بالتأكيد هذا الاتفاق لم هو اتفاق حتى الساعة غامض ومبهم وغير واضح، والكثير من بنوده سرية مضمرة غير معلنة، ولم يطلع على تفاصيله لأنه جرى بأجواء تكتمية، سواء التكتم من الجانب اللبناني لا أحد يعرف به من الطبقة السياسية باستثناء الرئيس بري المفاوض باسم حزب الله وباسم الجمهورية اللبنانية وباسم حزب الله ومن خلفه إيران، والكثير من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يعلمون عنه شيئا إلا ما يرشح في وسائل الإعلام، لأنه لم يناقش لا على مستوى مجلس النواب ولا على مستوى الحكومة. فإذا هذا الاتفاق لا يمكن تقييمه سيد الكريم إلا بعد مرور 60 يوما على كافة مندرجات تنفيذه لإعطاء الرأي الصائب والتقييم الصحيح فيما يتعلق به. قد يكون يتضمن بنودا مفيدة أو مضرة للبنان، الوجهان من الاعتبارات واردان فيما يتعلق بنقاط قد تكون سلبية على لبنان أو إيجابية، إلى جانب أن هناك أطراف دولية ضامنة لهذا الاتفاق أيضا غير معلنة، وهناك بنود غير مدونة به خطيا ولكن تم التوافق عليها بتعهدات دولية، فهو يتضمن نوع من اتفاق غير معلن أو تفاهم إذا جاز التعبير، أمريكي إيراني، تفاهم أمريكي إسرائيلي، تفاهم أمريكي فرنسي لبناني إسرائيلي إيراني، خمسة أطراف. فإذا هذا الاتفاق مبني على تفاهم دولي بتأييد من الرئيسين بايدن وترامب، هو مهلة عبور بين إدارتين أمريكيتين من البايدنية إلى الترامبية، لا ندري ماذا يحصل بعده. هل ما هو مصير سلاح حزب الله؟ اليوم هناك مشكلة أساسية هي تطبيق القرارات الدولية، حصرية السلاح بالجيش، العودة إلى الدستور، نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، عودة الاعتبار إلى الدولة اللبنانية التي تحولت إلى حالة من اللادولة. فإذا هل سننتقل إلى هذه المرحلة؟ هل سيصار إلى عملية إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي؟ إذا ما كان هذا الاتفاق لا يلزم بتطبيق القرارات الدولية عمليا، أو يضع موضوع إلزامية تطبيق هذه القرارات على السلطة اللبنانية، فهذا يعني أن القرارات لن تطبق، لأن القرارات الثلاث الأممية الصادرة عن مجلس الأمن لم تطبق منذ 20 عاما، فما الذي يضمن أنها ستطبق اليوم؟ المطلوب اليوم أن يكون هناك حل ليس فقط بالنسبة للطرف الإسرائيلي، ولكن حل أيضا يستفيد منه لبنان لإعادة الاعتبار للدولة والمؤسسات والمؤسسة العسكرية الجيش اللبناني، وإنهاء كافة مظاهر السلاح غير الشرعية وغير الدستورية. اسمح لي أن أذكر بأن ما نشاهده الآن هو بعض مظاهر الفرحة بعودة عدد من المواطنين اللبنانيين إلى ديارهم، وتحرك عدد كبير من النازحين متجهين إلى مناطقهم الأصلية بعد بدء سريان وقف إطلاق النار. هنا السؤال دكتور زينة، ما هي الضمانات الكافية التي كان يجب إدراجها في الاتفاق لكي تجعله اتفاقا حقيقيا واضح المعالم؟ نعم، أولا ينبغي أن يعاد صياغة كافة البنود التنفيذية فيما يتعلق بمصير السلاح وإلزامية تطبيق القرارات الدولية الثلاث، وكما يبدو وهذا ليس مؤكدا لأن هذا اتفاق ومن الممكن خرقه، هل سيدوم هل سيخرق هل
سيتحول إلى اتفاق ترسيم بري للحدود، فيما لو تحول إلى اتفاق ترسيم بري للحدود لأن هناك 13 نقطة متفق عليها باستثناء ثلاثة نقاط كفركلة، بيوان، ناقورة، العديسي، يارون. فإذا إذا تحول إلى اتفاق ترسيم بري كما جرى الترسيم البحري، هذا يتحول إلى معاهدة بين دولتين، كما كانت ترسيم البحري معاهدة بين دولة لبنان ودولة إسرائيل، وهذا ما جرى بالفعل في تشرين الثاني عام 2022. اليوم يجب أن يتحدد أن تتقدم المصلحة العليا اللبنانية على مصلحة أي حزب أو فصيل أو تنظيم مسلح. يجب أن يعاد صياغة العلاقات اللبنانية الإيرانية أن تكون بين دولة ودولة لا بين دولة وحزب. اليوم ينبغي أن تعود الطائفة الشيعية الكريمة إلى حاضنة الدولة اللبنانية، وأن يكون هناك مراجعة نقدية لكامل هذه التجربة منذ 20 سنة حتى اليوم، أن يكون هناك مصلحة عليا لبنانية تقضي بإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ومؤسساتها، وما إن يتوقف وقف إطلاق النار تنتهي هذه الحرب. يطرح موضوع انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، وهنا أيضا أسئلة وتحديات كبرى أمام الجانب اللبناني. هل سيعود تكرار معادلة جيش شعب مقاومة؟ هل رئيس الجمهورية الجديد ورئيس الحكومة الجديد سيكون تحت سقف العامل الإيراني؟ لأن رئيس المجلس الحالي ورئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي كان مفاوضا لبنانيا إنما تحت السقف الإيراني. طيب، هذه المطالب التي أوضحتيها دكتورة زينة، ما الذي يمنع تحقيقها؟ الذي منع تحقيقها سيد الكريم وعلى مدى عقدين من الزمن كان نوع من الهيمنة الإيرانية العسكرية والسياسية على المؤسسات، كان تغول حزب الله داخل الدولة اللبنانية، داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية وحتى الأمنية والأجهزة الأمنية والقضائية، ما حال دون وصول حتى الأجهزة القضائية إلى أي نتيجة في عمليات تحقيق كبرى كتفجير مرفأ بيروت أو الإفلاس المالي والنقدي الاحتيالي، إلى جانب قضايا عدة، تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن يكون يضمن ظهر حزب الله، وما يعني ذلك في لبنان أن يكون الرئيس وفق معايير حزب الله وليس وفق توافق كافة المكونات اللبنانية. إذن اليوم فيما لو ذهبنا إلى إنشاء سلطة جديدة، هذه السلطة الجديدة ينبغي أن تكون بمعايير ومقاييس جديدة، إلى جانب أنه إذا ترك لبنان منفردا في موضوع تطبيق القرارات الدولية، هذا يعني أن لا تطبيق لهذه القرارات، لأن الجيش اللبناني غير قادر لوحده على القيام بهذا الدور منذ 20 سنة، وسيكون استمرار للهيمنة الإيرانية على لبنان، وهذا بقى مرفوضا من كافة الشرائح اللبنانية. نعم، هذا الواقع الذي تتحدثين عنه، إلى أي مدى تفرض هذه الحرب أهمية تغييره بشكل سريع؟ سيد الكريم، تولدت قناعة جديدة لدى اللبنانيين برغم ما تشاهده من مشاهد الانتصار. دائما بعد كل انتصار في لبنان يحكي عن انتصار، هذا بات مركب نفسي اجتماعي ثقافي لا يمس الواقع بصلة. اليوم لبنان مدمر، خسائره بين 10 إلى 15 مليار دولار إلى جانب الخسائر غير المباشرة، لا بيوت للنازحين كي يعودوا إليها. إذا ما كان يجب أن يصار إلى حل تحييد لبنان، تطبيق القرارات الدولية، إعادة النظر في إصلاحات جذرية في النظام اللبناني بما يكفل حوكمة رشيدة تضمن استقرار وأمن وازدهار وفض كافة النزاعات المرتبطة بجوار لبنان، سيعيش هذا البلد الصغير بأمان وسلام، لأنه دفع عن القضية الفلسطينية ما لم تدفعه إيران طوال 100 سنة. واليوم كان المرشد قد وجه رسالة إلى اللبنانيين والفلسطينيين بمواصلة الكفاح المسلح، في حين أن لبنان هذا البلد الصغير جغرافيا قدم للقضية الفلسطينية ما لم تقدمه إيران طوالها 100 سنة دون أي شكرا. شكرا جزيلا لك دكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت.